طلابنا الأعزاء، السلام عليكم. معكم دكتور رمزي شواهني، واليوم حنستعرض آخر موضوع في تشابتر الجي اي تي. تمام، آخر موضوع عندنا هو الأنتي إيميتيك دراجز. تمام، كلكم معكم المادة، بتصور تقدر توقف الفيديو هون وتجيب كتابك وتجيب أوراق، ومشان نحاول نعيش جو محاضرة قدر الإمكان. طيب، إذا عنا آخر موضوع، آخر موضوع عنا هون anti emetic agents. طبعا موضوع قصير نحاول نغطيه باختصار، نحاول نساعدكم تمشوا مع المادة قدر الإمكان. تمام، طيب استعرض شوي، نحكي لكم عن الـ emesis والـ anti emetic drugs. زي ما انتم عارفين هون عنا emesis يعني vomiting، emesis يعني vomiting. تمام، اذا زي ما انتم عارفين انه النوزيا والفوميتنج هم من اكثر الكومبلينز او الشكاوى اللي بيشكو منهم المرضى في كثير من الحالات السريرية اللي بتشوفها. دائما المريض لما يكون تعبان او عنده مرض، تمام، بيكون يشكو من نوزيا وفوميتنج في كثير من الحالات. اذا هون في عنا في المقدمة النوزيا والفوميتنج are one of the most uncomfortable complaints encountered in clinical practice. تمام، اذا النوزيا والفوميتنج هي اكثر الشكاوى للمرضى وبتكون كثير مزعجة. تمام، اكيد في حالات زي حالات السمية كانوا زمان، تمام، يحاولوا يثيروا الريفلكس تاع الفوميتنج عشان يصير في عند المريض تقيؤ ويتخلص من هاي المواد السامية. اليوم بطل هذا الريفلكس، تمام، يستخدموه كثير لأنه صار في عنا آليات أخرى للتعامل مع السميات، سواء بإعطاء أنتيدوت إذا كان الأنتيدوت موجود، وكمان قبل هيك إنه يحاولوا يمنعوا امتصاص المادة السامية من الأساس. تمام، كمان نغطيهم في الموضوع لحالهم. إذا هون عنا النوزيا والفوميتنج اللي هنحكي عنهم اليوم كعلاج، اللي بيكونوا مرافقين لكثير من الأمراض. كمان في عنا أدوية كثيرة قد تثير النوزيا والفوميتنج، تمام، زي أدوية الكيموثيرابي. فمرضى السرطان لما يتعرضوا لكيموثيرابي يكون عندهم نوزيا والفوميتنج، وكمان هاي بدها مانجمنت، بدها علاج. طيب، إذا drugs used in managing nausea and vomiting are called anti-emetics. إذا الأنتي-emetics هم الأدوية اللي تستخدم في علاج الأمسز، اللي زي ما اتفقنا قبل شوي الأمسز هو الفوميتنج. طيب، معظم هاي الأدوية، تمام، بيشتغلوا سنترالي اللي حنحكي عنهم. تمام، كمان في عنا أدوية تشتغل لوكالي، ولا برسم لكم هون على جنب وبنحكي بتفاصيل اكثر. Then all of them work by reducing the hyperactivity of the vomiting reflex in one of two ways. تمام، اذا هون بيحاولوا هاي الادويه يقللوا لنا من الفوميتنج ريفلكس اللي بيصير، سواء بيشتغلوا لوكالي، تمام، عشان يقللوا لنا ستيمولاي اللي بيصيروا او اللوكال ريسبونس تو ستيمولاي، تمام، ذات ار بينج سنت تو ذا ميدولا في الدماغ، تمام، تو انديوس ذا فوميتنج او تو انديوس فوميتنج، او بيشتغلوا سنترالي تو بلوك ذا كيمو ريسبتور تروجر زون اور تو سبريس ذا فوميتنج سنتر دايركتلي. طيب، انا عم زوم اوت ونروح هون ونحكي بشوية تفاصيل. ما هندخل بالتفاصيل العميقة لأنه موضوع النوزة والفوميت هي موضوع كبير. تمام، هنروح نحكي بأمور سريعة، تمام، وبتهمنا و to the point، يعني ما نخوض بتفاصيل كبيرة. هنحكي مثلا انه هون في عنا في الجي اي تي، تمام، قد يكون جسم غريب او irritant او شيء بيعمل irritation، تمام، فممكن يثير، تمام، عنا local responses أو local stimuli يصير، وهذا stimuli يروح للدماغ، تمام،
والدماغ هون في عنا في الدماغ في الميدولا تمام، في عنا الفوميتنج سنتر او كنا الكيمو ريسبتور تريجر زون تمام. طيب اللي هي اصلا تعمل ردة الفعل تاعت الجسم انه يصير في عنا فوميتنج تمام. اذا هون قد يكون في عنا قد يكون فورين بودي او اشي عامل الريتيشن تمام. اذا هون ممكن يصير في عنا ستيمولاي اللي هو جمع ستيمولس تمام، وهذه الاشارة تطلع لفوق وتروح للدماغ تمام من خلال سيالات عصبية تمام اللي هو سنسوري، تذهب للدماغ ومنطقة تحديدا في الدماغ في الميدولا تمام. هون هنحكي عن الكيمو ريسبتور تريجر زون، هنغير اللون اللي نكتب فيه اوكي. اذا هون عنا كيمو ريسبتور تريجر زون، وتعرف اختصارا ب سي تي زي، كيمو ريسبتور تريجر زون. طيب اذا بعض الادوية ممكن تشتغل في هاي المنطقة تمام، وتشتغل لوكالي تمام. اذا هون قد يكون الشغل لوكال او قد يكون الشغل هون سنترال. اذا هون الشغل بيكون لوكال، بيعملوا سبريشن ل الفوميتنج ريفلكس، او ممكن يشتغلوا هون سنترالي زي معظم الادوية اللي حنحكي عنهم تمام. اذا هون امثلة على الادوية اللي بتشتغل لوكال تمام. في عنا اللوكال انستاتيكس مثلا، فور اكزامبل لوكال انستاتيكس تمام، وفي عنا كمان ادزوربنت اللي هي الادوية اللي بتمتص الاجسام الغريبة هاي وتمنع مثلا من قدرتها على اثارة اريتيشن داخل الجي اي تمام. وكمان عنا بعض الانتاسيد مضادات الحموضة كمان ممكن يشتغلوا لوكالي، وفي عنا ادوية قد تكون لوكال بروتكتنت يعملوا بروتكشن تمام لهالمنطقة اللي موجودة تمام، ويحدوا من قدرة هاي الاجسام الغريبة او الاشياء اللي ممكن تثير الريتيشن يؤدي الى فوميتنج تمام، خلونا نتحمل اكثر تمام. طيب وفي عنا أدوية كمان تشتغلوا سنترالي، وهم الأدوية اللي حنحكي عنهم. هذه المنطقة اللي كيمو ريسبتور تريجر زون الفوميتنج سنتر أو الفوميتنج سنتر تمام، عليه ريسبتورات لكثير من النيورو ترانسميترز تمام، ومعظم الأدوية هون بيشتغلوا على هذا المكان وبيعملوا له سبريشن. طيب إذا نرجع ل موضوعنا ونرجع لهالأدوية المختلفة اللي ممكن نحكي عنها. طيب خلينا نغير اللون. إذا هون ونغير الحجم كمان لأنه كبير. إذا هون عندنا هالأدوية المختلفة ومقسمين منهم وين هاي الأدوية بتشتغل على أي ريسبتورات معينة، وفي عندنا كمان مجموعات مقسمة كيميائيا من اسمهم الكيميائي. نعم، في أول مجموعة اللي هم فينوثيازينز، فينوثيازينز، والبروتوتايب هون عنا اسمه بروكلوربيرازين. إذا بروكلوربيرازين تمام، سهل الاسم، قطعه ثلاثي بتلاقيه سهل، بروكلوربيرازين تمام. طيب وفي عنا أدوية زي فينوثيازين، هون في عنا بروميثازين، ميثازين، وفي عنا بيرفينازين، بيرفينازين، وفي عنا كلور برومازين تمام. اذا عندك برومازين، بروميثازين، عندك كلور
بروميثازين، تمام، وفي عندك بيرفينازين، وفي عندك بروكلوربيرازين، تمام. وهون ماخذين البروتوتايب اللي يحاولوا يتذكروه اللي هو ايش، بروكلوربيرازين. وعندنا أدوية أخرى، هذول فينوثيازينز، وفي عندنا نان فيذ فينوثيازينز. في عندنا الميتوكلوبروميد، إذا ذاكرين المحاضرة السابقة حكينا عنه، تمام، وحكينا إنه بيعمل انهبيشن للدوبامين وبيفعل الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، أو بيخلي الخلايا حساسة أكثر للأسيتايل كولين وأقل حساسية للدوبامين. ارجع للفيديو السابق أو المحاضرة السابقة هتشوف الحكي اللي حكيناه عن هذا الدواء. طيب، في عنا كمان هون أنتي كولينرجيكس، تمام، وعنا أنتي هيستامينز، تمام. كمان الأنتي هيستامينز غطيناهم بمحاضرات سابقة، والأنتي كولينرجيكس أو الأدوية اللي عندها شغل على الأنتي أو بتشتغل عكس الباراسمباثيتك نيرفس سيستم كمان غطيناهم بالتفاصيل، تمام. هون عنا البروتوتايب اسمه ميكليزين، ميكليزين، تمام. وإذا ذاكرين لما حكينا عن الأنتي هيستامينز حكينا عن هاي الأدوية إنهم آمنين نوعا ما بحالات البريجنانسي. إذا هون من الأدوية اللي موجودين بكلاس بي، تمام، بكلاس بي. ذاكرين طبعا ايش هم كلاس بي بالنسبة للأدوية، بالنسبة لتصنيف الأدوية من أمانهم على الحوامل، تمام. إذا هذا بالعادة هم كلاس بي، تمام. إذا ميكليزين، وفي عنا سايكليزين، وفي عنا باكليزين، وفي عنا هالأدوية اللي بيشتغلوا على ال 5-HT3، وال 5-HT اللي هو سيراتونين. نكتبها هون هالمصطلحات اللي ممكن نعرفهم او مشان نضلوا متذكرينهم. 5-HT يساوي سيراتونين. طيب، اذا خلينا متذكرينه، اذا 5-HT هو سيراتونين. طيب، اذا هون في عنا اوندانسيترون، اوندانسيترون، تمام، هو البروتوتايب، ماشي. طيب، وفي عنا كمان أدوية بيشتغل من خلال ميدياتورز آخرين، تمام، غير عن الدوبامين مثلا، غير عن السيراتونين، غير عن الهستامين، ميدياتورز، وسائط آخرين، تمام، ينشطوا مثلا في حالات البين أو لما يكون عنا انجري داخل الجسم زي سبستانس بي، تمام، نيوروكاينن، تمام. فإذا هاي الأدوية يشتغل على سبستانس بي، نيوروكاينن 1 ريسبتور انتاجونست، تمام. هو عندنا مثال وحيد عليهم، في عندنا أبري بيبتنت، أبري بيبتنت، أبري بيبتنت. وفي عندنا كمان ميسيلينيوس ايجنت، تمام، بس خلينا مركزين أكثر على المجموعات اللي قبلهم. طيب، إذا خلينا نستعرضهم سريعا. خلينا نستعرضهم سريعا. في عنا المجموعة اللي هو فينوثيازينز، تمام، مجموعة الفينوثيازينز. هون مجموعة الفينوثيازينز بيشتغلوا سنترالي، يعني بيشتغلوا داخل ده، وكل الأدوية اللي حنحكي عنهم معظمهم بيشتغلوا سنترالي اكتنج، بيشتغلوا على الكيمو ريسبتور تريبيازون او الفوميتنج سنتر، وبيعملوا له سبريشن او ديبريشن، تمام، بخلوه اقل حساسية، تمام. فستيمولس اللي بتوصله ما بتثيره كثير، ما بصير في عنا الريفلكس تاع الفوميتنج، تمام. اذا وين بيشتغلوا هذول؟ بيشتغلوا على الكيمو ريسبتور تريبيازون في الميدولا وبيعملوا له سبريشن. طيب، الاستخدامات المختلفة عندنا هون استخدامات، تمام، في التريتمنت للنوزيا والفوميتنج، تمام. طيب، وكمان اللي بيكونوا مربوطين بحالات الانستيزيا، تمام. اذا المريض اللي بيخضع لانستيزيا ممكن عنده ريسك يصير في عنده نوزيا وفوميتنج، ممكن نعطي هيك ادوية. كمان تريتمنت لحالات سيفير فوميتنج، تمام. طيب،
استخدام آخر لتريتمنت لانتراكتبل هيكوفز أو هيكوبس، تمام، اللي هو الحازوقة، تمام. إذا هون كمان خلينا نكتبها هون هيكوبس يساوي هيكوفز، تمام، أو الحازوقة أو الزهزقة اللي بسموها. طيب طبعا هي بنعرف انه عبارة عن ايش، عبارة عن سبازم للديافرام، تمام، او ديافرامك سبازم، ومع انه هيكبس بتكون مستمرة فبسموها persistent، تمام. طيب اروح على side effects لهي الادوية بعد ما حكينا عن الاستخدامات. فعنا drowsiness بما انه هذول بيعملوا سبريشن للسنترال نيرفس سيستم، تمام، فكمان الصحصحة تتأثر فبيحس المريض بالنعاس، تمام. طيب فعنا كمان كارديك اريثميز ممكن يصيروا. طيب ممكن كمان يغيرون لون البول، فالبول بيكون مرات بينك لريد لبراون، تمام، فبيكون للون داكن اكثر، تمام، فضروري المريض يكون محذر، المريض اللي بيستخدم هاي الأدوية مشان ما يخاف، يكون عنده anticipation ل side effects أو يكون متوقع side effects، فإذا شاف تغيرات، تمام، في لون البول ما يفكرها دم أو يفكرها شيء خطير، تمام، يكون عارف إنه هاي side effect بتاعت هاي الأدوية، تمام. كان في عنا جالاكتوريا، تمام، اللي هو زيادة في إدرار الحليب، تمام، كمان شوي أو عرفنا المرة اللي فاتت عن بعض الأدوية اللي under investigation مشان يزيدوا إدرار الحليب وسميناهم جالاكتوغوكس. إذا ذاكرين ارجعوا للفيديو السابق والمحاضرة السابقة. كمان ممكن يعملوا شوية خلل هرمونات، فعنا جاينيكوماستيا، جاينيكوماستيا اللي زي ما كنا تضخم الصدر، تمام، ظهور علامات أنوثة على الرجال، تمام. وكمان هون بيعملوا فوتوسنسيتيفيتي، تمام، يعني بيزيدوا حساسية الشخص لأشعة الشمس. لذلك كمان انت كهيلث كير بروفايدر، تمام، او كمقدم خدمة صحية ضروري تنبه المريض كيف يتواقاها، تمام. فممكن المريض يستخدم سان سكرين، تمام، او ممكن كمان المريض يستخدم ألبسة غطي ايديه مثلا، تمام. فضروري المريض يكون عنده النصائح الكافية وإيش ممكن يصير معاه مع استخدام هاي الأدوية، تمام. إذا المرضى لازم ينصحوا باستخدام سان سكرين مثلا، تمام، واقي شمس، تمام، وكمان يلبسوا لباس يقيهم من الشمس في حالة أنه مضطرين يتعرضوا للشمس. والأفضل أنه المريض أصلا ما يتعرض للشمس من الأساس، تمام، وإذا كان لابد، تمام، يحاول يحمي نفسه بالطرق المختلفة. طيب المجموعة الأخرى اللي هو عندنا هون نون فينوثايازين، تمام، اللي هو ميتوكلوبروميد، الدواء اللي موجود واللي حكينا عنه تفاصيله المختلفة، ميتوكلوبروميد حكينا عنه بالشابتر اللي قبله، تمام. هون بيشتغل كمان بالإضافة لشغله داخل الجي آي اللي حكينا عنه، تمام، اللي هو عبارة عن جنرال ستيمولنت، تمام، بيعمل ستيميليشن ل حركة الجي اي، ممكن يحرك الأغذية والأشياء اللي موجودة في الجي اي لتحت، تمام، بيزيد بحركة الأمعاء. وكمان هون عنده شغل على الكيمو ريسبتور تريجر زون، تمام، خليهم أقل حساسية، إذا بيقلل ردة الفعل أو الريسبونسيفنس، تمام. طيب تفاصيل الأخرى بالنسبة لسايد افكتس للاستخدامات الأخرى للميتوكلوبروميد كلها موجودة سابقا معكم، تمام، فارجعوا لها. فعنا الأنتيكولينرجيكس مع الأنتيستامينز كمان حكينا عنهم بتفاصيلهم، تمام. هون ممكن يعملونا بلوك للشغل الهستامين، تمام، بتفعيل الكيمو ريسبتور تريجر زون. كل هاي التفاصيل درسناها سابقا، فارجعوا للتشابتر اللي حكينا فيه على الانتيستامينز، كل التفاصيل حتلاقيهم غاد. طيب خلينا نروح على السيراتونين اللي اتفقنا عليه قبل شوي، كنا 5HT يعني سيراتونين، وهون عندنا السب يونت 3، تمام. عندنا طبعا مستقبلات السيراتونين مختلفة، تمام، فهون طبعا انتاغونست، اذا هم بلوكرز او انتاغونست، تمام. طيب اذا هون كمان بحدوا من قدرة، تمام، السيراتونين انه يعمل تفعيل للكيمو ريسبتور
تريجر زون، تمام. كمان ممكن يشتغلوا لوكالي في الجي اي نفسه، تمام، وقللوا من ردات الفعل. طيب ليش استخداماتهم بحالات السيفير دياريا، سيفير نوزيا والفوميتنج، سوري مش دياريا، تمام، سيفير نوزيا اند فوميتنج، تمام. كمان ممكن يستخدموهم في الكيموثيرابي، تمام. فهون طبعا البروتوتايب اللي اسمه التجاري الزفران من اكثر الادويه استخداما، تمام، لما تيجي على الكيموثيرابي. كمان راديشن ثيرابي، بوست اوبريتيف سيتويشنز، بعد عمليات ممكن كمان يصير في عندنا المريض يشكو من نوزيا وفوميتنج، تمام، تكون مزعجه جدا، فمحتاج انه هالمريض ينعطى، تمام، انتي اميتيك دراجز. طيب من السايد افكتس المهمين هون ممكن نحكي، بما انه معظمكم تمريض، تمام، فبكون pain at the injection site، اذا لما المريض ينعطى الانجكشن بكون مؤلمة، تمام، فبيتنبه مسبقا او بتكون عامل anticipation انه هذا المريض قد يشكو الم بمكان اعطاء الابرة. وكمان في عنا راشز ممكن يصيروا، تمام، كمان كان شان تصير تعمل anticipation للسايد افكت، تخيل شو ممكن يصير مع المريض. طيب هون كمان حكينا عن مجموعة أو دواء وحيد، تمام، بهالمجموعة اللي بيشتغل من خلال inhibition أو بيعمل antagonism أو بسكر ريسبتورات تاع substance B neurokinin 1 receptors، تمام. طيب إذا هون كمان ممكن يشتغلوا it acts directly in the central nervous system to block receptors associated with nausea and vomiting with little to no effect on serotonin, dopamine or corticosteroid receptors، تمام. إذا هون ممكن يشتغلوا مباشرة على الريسبتورات الخاصة في substance B neurokinin، تمام، ويمنعوا التفعيل أو الرفلكس تاع النوزيا والفوميتنج، تمام. إذا ممكن كمان يستخدموهم في حالات الأنتي كانسر دراجز، في الكيموثيرابي، تمام، لما تعمل اندكشن لنوزيا وفوميتنج. طيب من بين السايد افكتس المهم ممكن يعملوا مشاكل في المعدة، تمام، جاسترايتس ممكن كسايد افكت. طيب وهيك بنكون انتهينا من هالشابتر القصير، والمرة الجاية ان شاء الله بنروح على الأدوية اللي بتأثر على الإميون سيستم، حيكون موضوعنا الجاي. هون كان موضوعنا قصير، تمام، بتمنى تضلكم متابعين معنا، في نشاطات كثيرة حنزلكم إياهم على المودل، وكمان حشركهم معكم في الجروب هون، تمام، بتمنى تضلكم متواصلين معنا، وبالتوفيق، ونستنى تعليقاتكم. إذا عندكم أي أسئلة ترددوش نهائيا. يعطيكم العافية.